الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو عم تساوي يا حجي؟ عم نخبز للأولاد، جوا عند الشاط. شو عم تخبزوا يا حجي؟ عصاد. شو بتحب توجهوا له كلمة لهذا الطاغي بالشار؟ بنحب نوجه له ورجعنا بإنس اللي وراه، إن شاء الله بنحطه بأسفل السافلين. إن شاء الله يا إن شاء الله جيش الحر بروح عليه بقطع قطع قطع. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بإذن واحد أحد مال شريك. إن شاء الله يا رب. معقول جوعنا بالشار. جوعنا بالشار الأسد، الله أكبر عليه، جايين وجايين بالتحرير من القصر، الله أكبر. الله أكبر، الله يوفقك يا بشار. الله يوفقك يا بشار، جوعتنا. الله أكبر، جوعتنا عم نطبخ عصاج، الله أكبر. الله أكبر عليك يا بشار. حمص بلدة الغنطو. إن شاء الله بدأي أبو أولادهم. إن شاء الله أفضل شيء. إن شاء الله يا حجي، إن شاء الله. إن شاء الله بدأي أبو أولادهم. إن شاء الله.